يعني عنوان جلسة المجلس المركزي بالأمس صحيح. كانت المقاومة الشعبية صحيح. وفي كل الدورات للاجتماعات والمؤتمرات سواء لحركة فتح أو للفصائل الأخرى وأيضا حديث فخامة الرئيس في كل خطاباته إلى تفعيل المقاومة الشعبية، نقول لا يمكن لنا أن ننعم بأمن وأمان إلا إذا ما كان هناك بالفعل اتساع لرقعة المقاومة الشعبية. وصورة الانتفاضة الشعبية عام 87 هي خير دليل على ذلك، حينما كنا بالفعل وما زلنا أسياد على الطرق نتحرك بحرية، وكانوا المستوطنون كالجرادين يختبئون ويتحركون بحماية أمنية كبيرة من الجيش، ورغم كل ذلك كانوا يتعرضون للضرب وللمواجهة. وبالتالي هي مرة أخرى أن تكون هناك تفعيل المقاومة الشعبية بصورة أفقية. الحق ينتزع انتزاع من الاحتلال، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. علينا أن نتحرك.